السفير المصري في الكاميرون بيقول ايه؟ اتمنى ان تكون قراءاتي لتصريحاتك خطأ. ده سفير مصر بالكاميرون يرد على احمد مجاهد اهو على موقع يلا كورة. اتمنى ان تكون قراءاتي لتصريحاتك خطأ. ده سفير مصر بالكاميرون بيرد على احمد مجاهد. انا ليه جبت لكم التصريح ده ليه؟ المهندس احمد مجاهد قال لك ليس كل ما يعرف يقال. طب انت مش مهندس الوحيد في القارة الافريقية اللي اوحيت للناس ان كاس الامم هتتأجل؟ ما هو اصل ربنا يعرفه بالعقل مش كده؟ يعني البني ادم بيتولد وبعدين يكبر شوية وبعدين في عقله يشتغل ويفهم ان في حاجة اسمها ربنا لازم نعبده وانه لا اله الا الله انا محمد رسول الله. العقلك لازم يشتغل. لكن لو انت واخدها كده في البزازة وخلاص كده من غير ما عقلك يشتغل اي حد يشوش عليك. لكن لازم دايما العقل ايه؟ يشتغل. طب ايه اللي هيخليك تقول ان مش هيبقى فيه مشكلة خالص وان المواعيد الاتنين مش هتضربه؟ غير انه كاس الامم تتغير لان الاتحاد الدولي قال مفيش تعديل في المواعيد صراحة، بل بعت الاهلي رسمي عشان ما تعملش حسابك علينا انجز. فالراجل سفير مصر في الكاميرون طبعا اكيد هو هناك الناس المنظمين والناس المسؤولين على المستوى السياسي حتى لموه. ده اللي ما بيدركوش المهندس احمد مجاهد لما بيتكلم ان في ابعاد سياسية يا فندم لازم تبقى واخد بالك منها. لان النهاردة انت الكاميرون في الاخر دولة شقيقة، تنظم بقى البطولة او ما تنظمش البطولة ان شاء الله تستطيع يعني وتقدر، لكن في الاخر وانت بتصرح وانت مسؤول لازم تبقى دقيق جدا. ما تبقاش انت الفريكيكو عشان تطلع قدام جمهور الاهلي وتبان ان انت اللي حليت المشكلة. يعني انت ما حليتش مشكلة ولا حاجة، ده انت قاعد في اللوبي في الفندق في الدوحة سمعت حد بالاتحاد الدولي بيتكلم ولا حد من الـ من الـ من المكتب التنفيذي للكاف بيتكلم انه في احتمالية ولا بتاع، فقمت رازع التصريح ده. لكن انت ما تعرفش ان الحاجات دي بتبقى حساسة جدا جدا. ولو حتى في دولة ما عندهاش قدرة حتى او في دولة ممكن يتأجل، ما ينفعش تقول كده علنا كده. الدولة دي ليها ناسها ولها اعلامها ولها شعبها ولها محبيها ولها مريديها، يعني مسألة حساسة جدا. خليت السفير يا راجل خرج من هدومه وعمل تصريحات بسرعة، قال لك ارجو، ده سفيرنا هناك السيد مدحت المليجي، قال ارجو انه ما كنش فهمت تصريحاتك صح او غلط. يعني بيقول لك ايه؟ اتمنى ان تكون قراءات تصريحاتك غلط. لانه رايته تصريحاته يعني ايه؟ فهم ان هو بيخبط كده في تأجيل البطولة في الكاميرون. انا معايا سيادة السفير على التليفون مدحت المليجي. سيادة السفير مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اخبار سعادتك يا فندم؟ كله تمام. انا يعني الحمد لله ماشي الحاج. الحمد لله. انا لاحظت ان حضرتك كنت بادرت بسرعه بانك تخرج تصريحات تقول فيها انه او ان التلميحات اللي اتحدث بيها المهندس احمد مجاهد غير صحيحه وان الكاميرون على قدره تامه وكامله لتنظيم هذه البطوله. فانا قلت مؤكد انه حضرتك بربما حصل زي حديث بينك وبين مسؤولين في الكاميرون بسبب هذا التصريح. طبعا في ابعاد سياسية وفي ابعاد اقتصادية وفي ابعاد اجتماعية وفي ابعاد رياضية وكل الكلام ده. هل انا توقعي صحيح لان كده حضرتك كنت سريع جدا في انك تطلع التصريحات دي؟ الحقيقة انا يعني تفاديت ان انا اتحدث مع اي من المسؤولين الكاميرونيين في الموضوع ده. طلبت بعض الاتصالات اللي يعني لقيت حجة علشان ما اتكلمش فيها. فبالتالي ما تصاعدش الموضوع ونقدر ان احنا نقول ان احنا ما يعني لميته بالتصريح ده بسرعة. كانت ظروف معينة وانا ما زلت بسند وجهة نظري اللي قلتها قبل كده، قد تكون القراءة خاطئة مني لتصريحات السيد احمد زياد. انا ما اقدرش الحقيقه ان انا طبعا لسه في مركز يمكنني من ان انا احكم على الامور بقدر حكمه هو. بس يا فندم احنا قرينا التصريحات وفسرناها نفس تفسيرك كلنا. ما انا مش رياضي زيكم، انا بقراها من المنطلق يمكن السياسي شويه. تمام. وان هو كان يقصد بيها ان هو يهدي الناس، لان طبعا كان في نوع من الغضب في الشارع المصري لا سيما الشارع الاهلاوي فيما يتعلق بعدم انضمام الدوليين لمنتخب الاهلي اللي يمثل مصر في بطوله كاس العالم للانديه قاريه مهمه جدا وكلنا مهتمين بان الاهلي يظهر بمظهر يليق بمصر.
تمام. لكن انا بتصور ان يعني في نهايه الامر خليني انا اتكلم على الجزئيه اللي تخصني انا باعتباري كتيف الكاميرون. نعم. الكاميرون على اتم الاستعداد للبطوله سمعتها، ومش بس الكاميرون النهارده، يعني كنا فتره من الفترات بنعمل كثيرا على تصريحات المسؤولين الكاميرونيين واللجنه المنظمه في مدى جاهزيتهم لاستقبال البطوله. لكن النهارده الموضوع بقى اكبر من كده، الاتحاد الافريقي نفسه بيتكلم وبيقول زي ما حضرتك عارف طبعا والساده المشاهدين ان السكرتير عام الاتحاد الافريقي موجود هنا في الكاميرون دلوقتي وبيعين الملاعب وبيشوف كل حاجه، وطبعا من المتوقع ان هو يؤكد نفس الخط وان البطوله ان شاء الله في ميعادها. كل التصريحات اللي هو النهارده اعلنوا حتى على الحكام اللي هتدير المباريات في البطوله، يعني تم الاعلان عن اسمائهم. بس النهارده كان في لجنه طوارئ هتعلن فيه بشكل نهائي وتحسم، لكن اتاجلت، فده برضو عمل نوع من البلبله شويه في الاتحاد الافريقي. يعني بص هقول لحضرتك حاجه، لغايه اخر دي احنا هنفضل في هذا القيل والقال، ولكن خلينا ناخدها بشكل معين. احنا كمصر يهمنا ايه؟ احنا كمصر الحاجات اللي هتاثر علينا مش موجوده. يعني بالنسبه للملاعب بتاعتنا اللي هي جروة ما فيش اي كلام عنها خالص، ملاعب متميزه وممتازه ومحدش علق عليها اي حاجه. التعليق الوحيد اللي كان اتقال كان على استاد اولمبي اللي هو اللي في منطقه ياوندي، وانه قد يكون لسه الاعمال الخارجيه ليه لسه ما جهزتش قوي في الموعد، وبحيث ان ممكن نحتاج الكلام ده كان زمان من الماتش الاولاني لاستاد جاكوما في دوالا، ولكن مش شايف برضو اتجاه لهذا. تمام. يعني لكن اللي انا عايز اقول عليه ان احنا كمصر لما تعثر احنا المفروض ان احنا نركز في ماتشين. احنا تمام هنعمل ايه؟ عندنا ماتش وانا قلتها كذا مره قبل كده واكدتها امبارح مع تونس بكره، ماتش عندنا هو الماتش الاول. طب اللي هو في الكاميرون، اللي هو في الكاميرون هيحدد كل شيء ان شاء الله. بس انا برضو يعني قبل ما اختم مع سعادتك، انت قلت لي انه ما بتبصلهاش زينا بالمنظور الرياضي، انما انت بتنظر لها بالمنظور السياسي. ايوه. لهذه التصريحات أنا القصد ايه؟ يعني لا لا. ما يمكن ان تفعله هذه التصريحات، فانت بادرت بسرعه بالرد علشان تقفل باب ربما يفتح ويبقى مش لطيف. يعني انا بيتهيالي انا واحمد بن جاهد نقصد نفس الكلام، ان احنا نطمن الناس ونقول لهم ان المنتخب القومي بتاعنا هيلعب بكامل تشكيله، وان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنقدر نشوف حل في موضوع مشكله النادي الاهلي. لان انا بتصور رغم ان انا يعني الحقيقه ولا اخفيك سرا انا راجل اهلاوي، لكن انا بتصور بس هو ما هو الاتحاد الدولي اللي هي للمنتخب القومي النهارده. ما طبعا هو الاتحاد الدولي قال، ما يا فندم حضرتك بتقول كلام جميل، بس المهندس احمد مجاد في تصريحاته ما قالش كده، ده قال لك الاثنين هيلعبوا بكامل نجومهم مع تاكيد الاتحاد الدولي ان ما فيش تغيير في الميعاد. حاجه من اثنين. انا ما قلتش ان هو قال كده، انا قلت هو يقصد ايه. هتفرق كتير. انا ما قلتش ان هو قال كده، انا قلت هو يقصد ايه. هو عايز يطمنا وعايز يريحنا، وهو في موقعه بيحاول ان هو يهدي الامور، لان النهارده في تركيز لابد يكون مكثف على المنتخب القومي، فعايز يهدي الامور، لان هذه الصفحه مش مصلحه حد انها تتفتح النهارده. خلينا نتكلم في كاس الامم الافريقيه، وده بطوله اهم بكتير قوي على المستوى القاري من بطولات اخرى، وانا لا امكن لا اقلل من اهميتها، عشان ما حدش يتهمني ان انا مش مهتم بالاهلي. انا زي ما لسه بقول لحضرتك انا اهلاوي، لكن انا بتكلم تمام يا من منطلق المنتخب القومي ولا نادي مصري. تمام يا فندم. المنتخب القومي له المقام الاول. انا بشكر سعادتك جدا سياده السفير مدحت المليجي سافرنا في الكاميرون على هذه التوضيحات، وهو الراجل بيحاول يبقى لطيف طبعا في تصريحاته في حديثه عن كلام المهندس احمد مجاهد.